بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد أحبائي الطلبة إلى درس جديد من دروس مبادئ الإحصاء. طبعا نحن مع الفصل الثالث، السلاسل الزمنية. تعرفنا في الدرس السابق على طريقة المربعات الصغرى، واليوم سوف نقوم بحل أمثلة عن هذه الطريقة. فلدينا هنا مثال، وهو احسب باستخدام طريقة المربعات الصغرى، وباعتبار أن السنة الأولى الواردة بالسلسلة هي سنة الأساس من البيانات التالية التي تصنف الظاهرة صاد خلال الفترة بين 1992 و 1999، ثم قدر القيمة الاتجاهية في عام 2005. لدينا هنا الجدول للظاهرة صاد، ونبدأ من عام 1992 التي سوف نعتبرها سنة الأساس حتى عام 1999، ولدينا هنا قيم الظاهرة صاد. الآن سوف نأتي إلى الحل. باستخدام سنة 92 كنقطة أساس والسنة كوحدة قياس، فأن المتغير سين الذي يصف الزمن سيكون بقية الخانات المطلوبة كما هو موضح بالجدول التالي. إذن هنا لدينا الجدول، طبعا سين نبدأ من سنة الأساس فيأخذ القيمة صفر، وثم نتابع بالتدريج حتى نصل إلى 1999 فيكون قيمة س هي 7، وننزل قيمة الظاهرة ص، وفي العمود الذي يليه دائما نضع س ضرب ص، وفي العمود الأخير لدينا س مربع. طبعا في السطر الأخير نضع المجموع لكل عمود. الآن المطلوب هو حساب قيمة ألف، فمن خلال الجدول نستطيع أن نحسب قيمة ألف التي تعبر عن الميل. إذا ألف تساوي نون ضرب مجموع سين بصاد ناقص مجموع سين ضرب مجموع صاد على نون مجموع سين مربع ناقص مجموع سين بين قوسين للتربيع بالتعويض من الجدول. طبعا لدينا نون هي عبارة عن 8، مجموع سين بصاد هو 311 ناقص 120 ضرب 70 على 8 ضرب 140 ناقص 28 للتربيع. بإجراء العمليات الحسابية، طبعا في البداية نقوم بعملية الضرب، ومن ثم نقوم بعملية الطرح، وأخيرا القسمة، فتكون قيمة ألف هي 1.6، وهي عبارة عن ميل معادلة خط الاتجاه العام. الآن سوف نقوم بحساب قيمة باء. إذا الجزء المقطوع من المحور الرأسي باء يحسب كما يلي: بما أن باء هي عبارة عن صاد متوسطة ناقص ألف بسين المتوسطة، بالتالي بالتعويض طبعا أكرر بأن صاد المتوسطة هي عبارة عن مجموع قيم صاد على نون، ويكون الناتج 8.75 ناقص 1.6 ضرب سين المتوسطة، وهي عبارة عن مجموع قيم سين على نون. بإجراء عملية الضرب بين ألف وسين تكون لدينا 8.75 ناقص 5.6، وبالتالي قيمة باء هي 3.15. إذا بعد أن أوجدنا قيمة ألف وباء، فإننا سوف نكتب معادلة خط الاتجاه العام للظاهرة محل الدراسة، وهي ص تساوي ألف زائد باء بسين، أي ص تساوي 3.15 زائد 1.6 س، ودائما نكتب بأن نقطة الأصل هي عام 1992، ووحدة القياس المستخدمة هنا هي السنة. إذا ننهي التمرين، ولكن علينا حساب القيمة الاتجاهية في عام 2005. إذا القيمة الاتجاهية من أجل عام 2005 سوف نطرح 2005 من نقطة الأصل وهي 1992، ويكون الناتج 13، بالتالي صاد في 2005 هي
3.15 زائد 1.6 ضرب 3.10 ويكون الناتج 23.65. وبذلك نكون أوجدنا القيمة الاتجاهية في عام 2005. ننهي هذا التمرين وننتقل إلى مثال جديد، وهو احسب معادلة خط الاتجاه العام للظاهرة عين التي توفرت عنها بيانات للفترة من 1991 حتى 1999، وذلك باستخدام أسلوب الانحرافات عن نقطة المنتصف للسلسلة. إذن هنا المطلوب حساب معادلة خط الاتجاه العام وفق طريقة الانحرافات عن نقطة المنتصف للسلسلة، ثم قدر القيمة الاتجاهية في عام 2000. لدينا هنا الجدول فيه السنة، نبدأ من 1991 وهي نقطة الأساس، وننتهي في عام 1999. قيم الظاهرة عين كما هي لدينا هنا في الجدول. طبعا المطلوب حساب معادلة خط الاتجاه العام وفق طريقة المربعات الصغرى، ولكن باستخدام أسلوب الانحرافات عن نقطة المنتصف. لذلك نأتي إلى الحل. سوف أقوم دائما بوضع جدول، ولكن هنا سوف نلاحظ بأن السنوات عددها فردي، لذلك نأخذ السنة التي في المنتصف ونضع لها القيمة 0، وبالتالي نقوم بإيجاد الفرق أو الطرح بينها وبين العام الذي بعدها، فنلاحظ 1996 ناقص 1995 يكون الناتج 1، السنة التي بعدها 2، وهكذا. طبعا والسنة التي قبلها 1994 ناقص 1995 يكون لدينا الناتج هو ناقص 1، 1993 ناقص 1995 يكون الناتج ناقص 2، وهكذا حتى نحسب جميع الأعوام. الجدول أو العمود الذي يليه هو وضع قيمة عين وهي قيم الظاهرة، أما الذي بعده فهو عبارة عن الجداء بين سين وعين، وأخيرا سين مربع. طبعا في السطر الأخير نضع المجموع لكل عمود. نأتي إلى حساب ميل معادلة خط الاتجاه العام، وبالتالي نحسب ألف وهي نون ضرب مجموع سين بصاد، عفوا نون ضرب مجموع سين بعين، فهنا ندرس نحن الظاهرة عين، ناقص مجموع سين ضرب مجموع عين على نون ضرب مجموع سين للتربيع ناقص مجموع سين بين قوسين للتربيع. الآن نعوض من الجدول. لدينا نون تساوي 9، مجموع سين بعين هو عبارة عن 81، أما مجموع سين ضرب مجموع عين فهو 0. طبعا 9 ضرب 60 ناقص 0، فتكون قيمة ألف هي 1.35. الآن نأتي إلى حساب ب وهي عين متوسطة ناقص ألف بسين متوسطة. طبعا ألف بسين متوسطة 0، لأن قيم سين هي عبارة عن 0، بالتالي عين هي 62 على نون وهي 9، فتكون ب هي 1.89. الآن نقوم بكتابة معادلة خط الاتجاه العام. عين تساوي 6.89 زائد 1.35 بسين. طبعا هنا نقطة الأصل هي 1995 ووحدة القياس هي السنة. وأيضا أنهينا درسنا لهذا اليوم. أرجو لكم التوفيق، وألقاكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.